تخمج بشوية. ديري كتاب في المهم. خليك دير بروفيل برك. مكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كميات من مواد السميد الفارينة والكسكس قدرت بحوالي 200 قنطار مخبأة بأحد المستودعات بوسط المدينة. هذه المواد المدعمة كانت مهيئة للإتجار بها بطريقة المضاربة في الأسعار من طرف شخصين تترى أعمارهما بين 30 و65 سنة، واللذين تم توقيفهما خلال هذه العملية.